ما ادري شنو شيء داركنس. احط لكم اياه الحين، احط اسمه تحت تشوفونه، بحط لكم الكتاب. يعني هذا كاتب حاله حال اي كاتب امريكا معروف يكتب قصص وكذي. يعني المشكله والمصيبه اللي صارت ضجه بامريكا عليها ان سنه 1981 الكتاب موجود، من 1981. شنو كاتب الحبيب؟ كاتب ان سنه 2020 امريكا راح تخلق فيروس، راح تصنع فيروس يقتل عدد كبير من الناس سنة 2020، والفيروس راح ينطلق من أكثر أكبر دولة تعداد سكاني بالعالم اللي هي الصين، والمصيبة الأكبر محدد المنطقة، وصدق فعلا ووهان بالصين راح يطلع من الفيروس وراح يقتل عدد كبير من الناس وينتشر بالعالم كله. الهدف يقللون التعداد السكاني، والهدف الثاني يضربون الاقتصاد بعض دول العالم ومنها الصين. زيادة جدرة 1981 كاتب كذي ومحدد 2020 ومحدد المنطقة ووهان. يمكن الاختلاف البسيط الوحيد اللي هو اسم الفيروس مسميه ووهان 400، هني مسمينه شيء غريب والله. بس أمس قاعد أفكر شلون هذا شدرة محدد المناطق، هذه المشكلة المصيبة. يعني يعني مو تقول بالصدفة قال بالصين مثلا وبس، قلت تعداد سكاني لا، قال ووهان يا بهيب، وقال أمريكا وفيروس بيطلع. يعني هذا ندل يدل على ان في سالفة الخفاش وهذا كله كلام فاضي. يمكن والله انا قمت الحين اشك انه صج شيء مفتعل. والله الامر صج غريب. اقروا الكتاب تكفون. اسال الله يحفظنا يا رب. والله انا للحين مصدوم وبس قاعد افكر شلون.